المختلفة وفرقه المختلفة. نورهان اتفضلي، صباح الفل عليك، احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار اللي طبعا تخص نادينا الحبيب. في الساعات الأولى من صباح اليوم بوابات النادي استقبلت الأعضاء بكل ترحاب كالعادة، والعاملين في النادي أيضا يعني يمكن طبعا بيأدوا دورهم على قدم وساق لاستقبال الأعضاء. يمكن الجو أو الأجواء شوية إلى حد ما شتوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجو حلو وما فيش شمس كتير. يمكن الأعضاء شايفين ومتابعينهم ان هم يعني مستمتعين جدا بالجو النهارده في الساعات الأولى من صباح اليوم. اما بقى نروح لاخبارنا، والفريق الاول لكره القدم النهارده التدريب ان شاء الله للفريق هيكون الساعه 6 في ملعب مختار التتش، وده طبعا يعني بعد يعني فرحتنا الكبيره ببطوله دوري ابطال افريقيا واللقب ال11. ويمكن كمان خلينا نقول لكم انه مستر كولر المدير الفني للفريق هيعقد عده جلسات مع اللاعبين للحديث معهم عن ضروره نسيان او يعني ارجاء شويه بعض الاحتفالات بالبطوله الافريقيه والتركيز في المباريات قادمة تحديدا طبعا في مباريات الدوري. وان شاء الله طبعا تدريبات اليوم استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل في ضمن مباريات المؤجلة للنادي الاهلي وتحديدا في الجولة ال16. خليني كمان اقول لكم انه يمكن مستر كولر اتكلم مع جهازه المعاون ان هو يبدأ في يعني فترة اعداد بدني كبيرة للاعبين، خاصة اللاعبين الدوليين اللي احنا طبعا زي ما تابعنا وجودهم مع منتخب مصر، وطبعا يعني يمكن قدموا مباراتين طبعا تليق باسم منتخب مصر وتليق ايضا بالمشاركين في مع المنتخب من النادي الاهلي. كمان خلينا نقول لكم ان السداسي النادي الاهلي هينتظم اليوم في تدريبات الفريق، وهم طبعا كل من طبعا محمد هاني وياسر ابراهيم ومروان عطيه واحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا، وده بعد انتظام الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي في تدريبات امس. كمان خلينا بقى نقول لكم او نروح لاخبار يعني قطاع الناشئين واختبارات الناشئين، ليمكن بتحوز على اهتمام كبير جدا من قبل كل الشعب المصري المهتم انه ابنه يكون طبعا في بيمارس كرة القدم، وتحديدا بيمارس كرة القدم يعني من خلال النادي الاهلي ومن خلال بوابة النادي الاهلي، هو طبعا المؤسسة الرياضية رقم واحد في مصر. الاختبارات بدأت يوم السبت، والنهاردة طبعا يعني يمكن اليوم الاخير من المرحلة الاولى زي ما تابعنا، ويمكن احنا كان لينا بعض الاحاديث الجانبية مع كابتن بدر رجب طبعا العائد مرة أخرى، واللي طبعا بنحييه على دوره في الفترة الأخيرة مع قطاع الناشئين منذ طبعا إعلان اسمه. يمكن الأيام الماضية شهدت توافد كبير جدا جدا من أهالي اللاعبين والأطفال اللي حريصين إن هم يؤدوا اختبارات النادي الأهلي. النهاردة يمكن في ثلاث يعني ثلاث أعمار سنية مختلفة 2007 و2008 و2009 حتى وقتنا هذا، وإحنا بنكلم او احنا دلوقتي على الهواء العدد يمكن في تزايد تخطى ال 3000 يعني طفل او 3000 لاعب. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن العدد الاجمالي للاعبين او المتقدمين لاختبارات ناشئين النادي الاهلي تجاوز ال 11000 لاعب. نتمنى ان شاء الله في الفتره القادمه، ولازال طبعا غدا ان شاء الله هتستمر ايضا الاختبارات، ولكن في المرحله الثانيه من الاختبارات نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يستفيد من اللاعبين ونخرج لاعبين طبعا الفريق الاول، ويكون طبعا قوام اساسي لمنتخب مصر في الفترات القادمه. اما بقى على الصعيد الاسكواش، فالنهارده يعني اليوم الاول لبطوله الثمانيه للاسكواش، واللي هتقام يعني يمكن في القاهره الجديده، ونجمنا نجم النادي الاهلي مصطفى عسل هو حامل اللقب وبيسعى للتاكيد على جدارته بتحقيق اللقب مره اخرى والمره الثانيه على التوالي. كمان ايضا قرعه كاس العالم لكرة السلة واللي هتقام في سنغافورة هتقام اليوم طبعا، والنادي الأهلي هيكون ممثل عن طبعا أفريقيا بعد ما حقق بطولة البال الأخيرة. دي كانت معظم أخبارنا هنا وكل أخبارنا هنا من النادي الأهلي في المقر الرئيسي بالجزيرة. شكرا لكم جدا، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا نورهان على